بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اندرس كان وكوبانا دينو حوغا كتل مامنو وموضوع عسيكو سابسن الدين والنصيحة. وأنا أرى إلى سوقاتي حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو نبي وكوع العلنية الدين النصيحة دين تو إني نصيحتي أما الدين تو نصيحة. أرى كان هدينا في عربيدهان وإغنو كلمة نصحة أما نصحيقة لا معنى بيع العلماء اللغة كشيغان هذه يقول مدي ناصحة وحاف عربي قالوا لها الخياط دور ولها كان هرقان كطولها وحتوليست سيد ردد بقى النصاح وحالا إلى هذا وحن وحلقوتو لها خيطك وحلقوتو له أي النصاح الله إلى هذا أن معناها اللباضة التلمامة وحويان والخلوص والناصح العسل وحيد أهدان أي خالص ملبك صافي قاه مركب ملبك الله صفيه شمعائي وحيابا قداتي وحرنا لك صفيه أي لغو تلمامين ويهي ملب ناصحة ساسي درادة بإمام الأصمعي وحولها الناصح الخالص من العسل وغير ناصحة وحالا إذا دابوري ملبك يا غير كيف وحالا صفيه ما يشوبه وحكا استوقو قسم لها نصيحة مركا وحيدا وخلاف الغش قفك وحتلية وحاو صمينا يا inu marada hagaajiyo oo isu geeyo oo wanaajiyo oo tolo oo ceebta ka ilaaliyo tolmo waayinka qofka wax safaynaya ee kala shiilayaana wuxuu sameynayaa inuu shayga macdankiisa dhabta ah soo saaro wixii kale ee ku qasmayna uu ka saaro af carabi ahaan ereyga macnihiisu waa ceebta. ولذلك با امام ابن الاثير رحمه الله عليه وحليه أريق النصيحة اللي إذا هذبوا لي أفكى عربيد وكلمة جملة الله معنى أبو لي سنتين سلم بي تعبيرين يسابوا لي أو إرادة الخير للمنصوح له وناقى الله لدونه عدة اللوانين أيوه أما الله لطالين أيوه أما سيوحلو شيء أف عربي أهان أريق مركا معنيه سواصلاه اصطلاحا امه هشيس اهان علماء دمرك هذه يقول تلماما يا لفظ كان هشيس اهان وحايكو تلماما سيد امام الجرجاني ليه يهي الدعاء الى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد وان يرس الله سوء يربو ليه وحي وكتر وناب يهجاك سنده يربد لا يسكر ريبه وحي وكتر فساد هي وحمينته. علمنا مركا وحي كنت الماما أن أرجع النصيحة لدى وكلمة عامة وخير شيبستي يورد ميسوهوس قليسو حمر ريبستي يورد ميسوهوس قليسو طلا إيا وانا بحين وانا ليبستي يورد ميسوهوس قليسو وأرى مركا نسيد أو أغنى كم معنى بلارا كلمة الدعوة أما المشورة يلا طالنتي أما التعاون بالخير كيو وانا اقول اسكو قرقار سنيو وكلمة وحاصر لما يسيو هسكي لكرام بين ورا كرنا نصحيقو مركا وطوية هاي قفك آد النصيح حين اسو وقف آد ربطه وانا اقول دانينو كسي فوبه حمانات كان ربطه أما مسألة دا آد مركا سي تلادة وغدي بيسايتا هاي مسألة آد ربطه هل كيدا في عانينو كقبطه هل كيدا حن أما قالوا عن أما أن دم يسترنين وكفقاده وكدركه
كان صحيحة واحد أدام والله ومدون ووصف بالكمال أما وتكميل النقص بيد هذا هذا إنه عموما أنت هسيكو صوت المامنو نصيحة هي أري بحين تيدا قود أري يكلا في عربي يكون معنى الدو باتر أما قرآن كسيدا يقصى أرور يكون معنى الدو دو وحكم إذا أري الوصية أما التواصي والتواصل بالحق والتواصل بالصبر إلهي وكقو الرمي صفات قدتك مؤمنين تا اللي باني والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرآن كإلهي وحكوت المامي سبحانه وتعالى بنا آدم كدمانتي إنو خسارك السجين وحكستو وقبط بنا آدم كوا خسارة مركا لغا صور ريبو أفرطا شيء مويان إيمان هي عمل وناكسن هي حق الله صدر دارمه هي صبر الله صفره التواصي وهي علماء دادة ومعنها النصيحة أما القرآن كآيات كبضان كسو أراري والسيادة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أما ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون أما آيات الوصية في سورة الأنعام والسيادة سي إلهي وشيغي دردارا كأي أفصمالك النغنس دردارا كوا نوع من النصيحة وطلب بحنت في عن نوع كمدة نبي قنا عليه الصلاة والسلام حقوق المام يا الدين النصيحة دينتو دمان تيد بوا نصيحه دينتو وحي كفرس آخرية الدون بوحي كل بانتو دينتو دوا طلب حنتي إلهي ألا بعدك طلب في عمى قررس ربي جيك وأبورتي إيه وحو البقرني إيه وحي تجي إيه وحا صوص عضب خبير كقوها إيه عالم الغيوب والشهادة وحن مقنية وحن تشوغب أغا إنه لشا كيدا هوسة علمي قبضان وباهن إيا كيدا موغضا متك استبق قرن أيي طلب بحنتي وبن آدم كسيي دينتو أيا إذن دينتو ووحا يكترت الليبان تادا آخرة إيا الليبان تادا الدنبا إنا دادو سيقل دم وحفهم تواصر تقل لكن سيدي أي رسوشي أنبياد الله كاني هداد فهمته معنى هيدو حويان ونصيحة كما الدنبايسة يا تلل ويدين يا ربي أهين مركز سبحانه وتعالى سيدي أوقيت با الله سبحانه وتعالى قرآن كو حكوت نبي عليه الصلاة والسلام حديث كاسي صحيح مسلم ككويا الله حكوت المامي الدين النصيحة صدح جرب النبي كو علي الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله مركو صدح جير نبي يري أيان نكون ربايد هذا صحابة أو يي أطهي إلهي رسول كيسي وقف ما النصيحة أطهي هذا بها الدين لا يريد دين توا نصيحة دين كنوي هاي وحي حق الرب كسود دقي سبحانه وتعالى وحاد قرطا وحك استاء ربك والرمي هذا باب عقيدك السابسين يا هذا باب عبادك السابسين يا هذا باب معاملات يا رقبك السابسين هذا أخلاقك السابسين تاي حق يدون تبا الدين تو هكا والرمي سي وح أديك كودنا إني كا والرمي إني تهينا طلب بحنتي ربي وكسيي يا آخرة أدي أدون كا قبو ربي سبحانه وتعالى كوغلت لني سيدا وقيت با قرآن كو حكوت الماما يا بشقاد النبي دينيتي وظيفة الرسل رسوشي إلهي صادري يا النبي دي الله صادري وحي ابن آدم كو دينا ولي ما دين وحو إيان طلب بحين إني سيان طلب في عن إني سيان هذا سورة الأعراف في رسطة مثلا سورة الأعراف قصص الأنبياء استبيا لبا كوشي هلا والنبي والبقوم كسين تويمه والله هضليه وأولي هي عبد الله ما لكم من إله غيره ألا عابد وربك الدنبايا وعبادتك لك ولك علي
ملهدين عيدان ربي أهين وعابدان ما هيستاني وضدك وديدن يي إريقاسيو إريا فالح النبي يضل وقورن أيو رنقو حتى المامي النبي يدي نصيحة ودي لغو أورن دونو ضلال باتكو سوغنت أيو سفيه باتي سفيه هو مانقاب رسول حقا لك يمبا للي مانقاب باتي وحبدن كالقرن ميسي وحنا دوضانا طلصح معها. إذن قرآن قوحة الماما يا أنبياء دي عين كالو قيري ودو دي سؤال ليس بي ضلالة ليس بي سفاهة وارباد اني مكو مسوغني إيه وضادي صحيد ويا وحن كورمية عقل الدراء إيه فضايد كو مسوغني إيه وناقن كورمية سادر أدد دي نوفر صناع ما آيات كان وحكا آخرية مثل النبي نوح أحد لي يوحو لي أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وروحان دين سوق قارسين يا بولي إلهي الرسالة ديسي فريمه حق الرب كيمي بان دين سيدا وأنصح لكم وروانا دين نصيحين يا وحان وضوان نصيحة وأعلم من الله ما لا تعلمون إلهي نوحان كوغ هاي بولي وحيدا ندوك كوغي أنو نصيحة وضا ربي نوحان كوغ هاي وحيدا ندوك كقرنينين القرآن كوكا ورمي يا نبي هود الله يريد واحد شيء يسوي حبك بشيرة سفيها استوخ صنباطي أوله أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وروح أن يدين سوق قرسين يا ربي غي فريمه سي رسالاتي فريمه حق قال لك يمي أي أن يدين سوق قرسين يا وأنا لكم ناصح أمين ولبا وحانا هاي مد إذن لطلنا يو إذن دردار مياه oo dardaarankiisii nasiixadiisuna amaan ay ku sugan tahay nasiixada mid baa hagardaama oo raba qof nasteexana isaga ka dhigaya kuna luminaya midalan quraanka ibliis maxay ilaahay kaga waramaya aadam iyo xawa markuu yiri geedka cuna ee uu soo warwareegay kolba wuxuu sheegay ee uu yiri waa geedkii boqortooyada lagu helayay iyo waaritaanka oo weligiin baa waaraysaan oo boqor noqonaysaan oo kanoo bini'aadamkuna iska jecel yahay madaxnimada iyo هنقولي يا وحى بن آدم كأكتيس والنقاط الطعفة وحيابا بشر كفطرة دي سكمدة هذا أنا ضادو التربيين النفط أنا قضحها كدلين هنقولي يا وسكا وضطه والله أبوري والله قلت لك لين يدوني دك صعته والله قلت حامي لكن واحد باهن تينا ضادو النفط هذا ليش أنا وحى مرة بمشرته لكن وحى أنا تسكر ليش هذا الله جربا إبليس أنت باب كآدم يكسر علي حوا أي إلهي وحلاي وقاصمهما وأدارت إني لكم لمن الناصحين إلهي ولي بلو قنت كما رأينا ندين نصيحين أيها والله يا بقفكو إنو إسكرنغ إيو إنو وناك شيغ إيو إستغو محي هكر داما وضا وكا إلهي القرآن كوكوت الماما إيو إن إلم النبي يعقوب مركي ربي ولالكو دين قدك كسور ردان أي أصوات الشدين إذا هدينا أن دل اقتلوا يوسف واطرحوها أرضا يخل لكم وجه أبيكم قوانا ذا مركا يسوق قاعدين أبهد مركا ويما دين حيكو إذا هدين وحيكو إذا هدين نقدر يرتع ويلعب وإنا له لا ناصحون نقدر بيدا هنا لصع عيارا هنا لصع بود بودا وحنا لصع عرو وانا نقول نصيحين ناو ونقي سمانو كشقير ناي تاسياد واسيالية لكن نبي هودو حليه ناصح أمين وحنا هاي مد نصيحين ايه وناقدين وضا وأماننا كسوغن وحاويدين شيغ ايه وح ربي حقي كيما أمانا باسي دابولي وحا قرآن كوكا ورمي في سورة الأعراف اللفتيدة نبي صالح له لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين واروحان دي سو غارسين يا فريمه حق الله ان كسيده ونصحت لكم وانا ايدين نصيحينيا ولكن لا تحبون الناصحين بولي سيدا ان دين اركو دول دردارك يا واندي وانا جعل بمتهدين دول دول كون نصيحينيا غرن اي متهدين وقران كو ورمى يا نبي شعيب ورمى يوله يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين marka aynu weerahaasi soo duubno waxay tilmaamaysaa inay tahay nasiixadu diintu inay nasiixadu xadiidka nabigu sheegay ayatkan quraanina waxay sheegayaan ba shaqada nabiyaduna inay tahay nasiixadaasi
dadka danahooda aakhiro iyo adduun bay inay u sheegayaan inay nasiixa saxa wadaan. Nimanka siyaasiyiintii markay hadlayaan bini-aadamka waxay u sheegaan ummaddu siday u horumari lahayd, si deganaanshii lagu gaadhaa, si waxaan dantiisu wataa, laakiin ma odhanayo dadka intuu isa soo hortaago war anigu dantaydaan idinka wataayo waxaasaan doonayaa, laakiin waa inuu sheegaa gal waa inuu geliyaa dadku aqbali karo. Galka waanada la yidhahdo bini-aadamku wuu dhegan nugul yahay, dabeetana qoloftaasu sudhayaa ah waan idiin naseexaynayaa kamaan idiin samaynayaa saatan. Laakiin ilaahay wuxuu inoogu tilmaamayaa qur-aankiisa diintiisu inay naseexada tahay, kuwa sidee rususha ahina calayhimu salaatu wasalaam inay yihiin dad naseexo wada oo wanaagga dadka u sida. qur-aanku wuxuu kaloo inoo tilmaamayaa aayaad baa ku jira qur-aanka naseexada nooc min alikhlaaska ku tilmaamaya, oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka warramaya duuluu nebigu yidhi jihaad gala, oo dabeetana markii dagaalka loo soo baxay waagii hore jihaadku ma ahayn wax wax lagu cuno, ee wuxuu ahaa qofka mu'minka ee dagaal galaya dowlad gaashaandhig wasaarada leh meesha ma joogin, oo hubka iyo dayuradaha iyo waxba iyadu keenaysa, ee qofku naftiisa iyo maalkiisa iyo hubkiisa iyo xoolihiisa ku dagaalgalayay, korsoo dagaal gala la odhan jiray. dabeetana isaga gaashaankiisa la imanayay, seeftiisa la imanayay, warankiisa la imanayay, hadduu faras haysto faraskiisa la imanayay, hadduu awr haysto awrkiisa soo fuulayay, gaadiid iyo cunno iyo hub iyo waxba isagaa sita, iyo naftiisaba naf iyo maalba isaga ku dagaalgalayay. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dagaal meel fog ka dhacayay Tabuk in la qabanayo, soo dagaal taga. saxaabadii badh daacad ahaabaa yimi, laakiin iyagu aan waxba sidanin, magaalada raggii iska joogay ee xayraanka iska ahaa, aan waxba xagga adduunyada haysanin. xayraannimada soomaalidu waxay ka tilmaamtaa wax la-aanta, ma aha xayraankii dawakha ahaa, yacni rag aan waxba haysanin bay ahaayeen. raggan aan waxba haysanin nebiga markay u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam waxay weydiisteen inuu siiyo waxay fuulaan, waxay raacaan oo ku da anagu ma haysana bay leeyihin, billa waa la soconaya, marka waxaanu ku dagaalgalna ma haysana ilaahay rasuulkiisiiyo waxaanu fuulana si. dabeetana nebigu wuxuu u tilmaamay isna marka kan inaanu haynin wuxuu ciidanku abaabulay iyo wuxuu saaro toona, waxay fuulaan iyo gaadiidaba inaan loo haynin, waxay noqdeen iyagoo ilmaynayo ka cadhaysan haniimada weyne dhaaftay, oo ilaahay dartii inay diinta la xoojiyaan taa ay awoodi kari waayeen inay dhaaftay iyagoo ka cadhaysan oo ka murugaysan. dabeetana ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala laysa cala aducafaa'i walaa cala almarda walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna xarajun ida nasaxuu lilaahi wa rasuuli ma cala almuxsiniina min sabiil wallahu gafuuru raxiim. waa kuwa ducafada ah, jilicsan ama buka, ama walaa cala aladiina laa yajiduuna maa yunfiquuna, ama kuwa waxma haysatade waxay la baxaan ba aan haysanin, kuwa korkooda xaraj ma ahaan ba ilahay leeyay, dhibi korkiina ma aha, dembi ma idan gelin. idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulihi baa leeyay, hadday ilaahay iyo rasuulkii u naseexayni, hadday ilaahay iyo rasuulkii yacnii acmaashooda ay u khaalis yeelayaan oo waxaan ay u daacad idanka ahaa, idinku ma idan dabaabina, khayrka waa helaysaan. ma cala almuxsiniina min sabiil wallahu gafuuru raxiim ba ilahay yidhi subxaana wa tacaala. nasiixadu markaasi waa in diintoo dhan baa naseexa, wa minha tala bixinta fiican baa nasiixa, oo waata nebi muuse oo yar markii badda lagu tuuray oo fircoon lagala baxsanayay, ee ilaahay subxaana wa tacaala gacantii fircoon geliyay kooxdiisii, ee fircoon gabadhiisiun intay u qalbi jileecday ay tidhi aan korsanno inaan ka dhiganna ha inaga maagin, ee uu tii aqbalay ee laysku dayay wuxuu cuno in la siiyo waxba cuni waayey, oo si loo galaba lalaayay ilmo yaro waxbaba dhadhaminaynin, tu kastoo lagu duwo naaskeed iyo caano kastoo la siiyo aan cabbaynin, ayay walaashii oo hooyadeed soo dirtay. nebi muuse walaashii oo hooyadeed tidhi warbal inankii inna meelhaa in alla kaaga bidhaamiyo bal soo baadhbaadh qusii, ayaa timiyo waxay tidhi hal adullukum calaa ahli beytin yakfuluunahu lakum wa hum lahu naasixuun, war ma idin tusiyaa reer
ilmahana idinka faara qaadaya naasixiinna idin ah oo ilmaha kan iyo wanaagiisa iyo waxaas idinka shaqeynaya dabeetana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kii qadaray hooyadii ka baqaysay ilmaheeda badda ku tuurtay markii ay dayacday wixii alla faray in loo soo celiyo ilmaheedii oo lacag lagu siinayo ilmaheedii oo waliba biil lagu siinayo laleeyay kor iyo caanaha naaska kudu kharash kana qaado boqortooyada ku siinaysee in rabbi subxaanahu wa tacaala uu soo celiyey nasiixadu markaa waa wanaag kasta oo laysu sheego saa daraaddeed baa qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa nebi muuse markii dambe uu koree weynaaday ee ay qoladii reer banu israa'iil ee la gumaysanayay ninkii ka mid oo la dulminayo wuu yimi mid kale oo qibtiyiintii ka mid oo dulmiga ku wada ee uu sidhi ka dhici dabeetana waa yaro feedhay nebi muusena mala farsamayqaan fiican buu ahaa hal feedh buu ku dhuftay kow bay ka tidhi kii uu feedhka ku dhuftay markay kow ka tidhina waa loo tashaday oo waxaa la rabaysna in la dilo ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay wajaa'a rajulun min aqsa almadiinati yasca qaala yaa qowmi ina almala'a ya'tamiruuna bika liyaqtuluuk fakhruj innii laka min annaasixiin nin baa magaalada dhinaceeda dacalkeeda fog ka yimi baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala degdegaya oo rooraya oo le yaa muusa ina almala'a ya'tamiruuna bik nebi muusow qoladii madaxyaweynta ahayd waa kuu shirayeen liyaqtuluuk inay ku dilaan fakhruj innii laka min annaasixiin buu yidhi ka bax magaalada waxaan ahay mid kuu digaye mid kuu naseexaynaya yacni qur-aanku wuxuu ku tilmaamay nebi muuse talabixintaa la siiyey ee ah inuu dilkaa ka baxsado oo qoladaasi ay disho u tashanaysay inay nasiixo tahay innii laka min annaasixiin nasiixada waxaa kaloo qur-aanka ku soo aroorta uu ku tilmaamayaa toobadda dhabta ah yacni waa toobadda khaaliska ka ah min ashawaa'ib wax kaloo ku dheehanay aanay jirin ee ilaahay dartii ya ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allaahi tawbatan nasuuxa war kuwa iimaanka laga helayow alle subxaanahu wa tacaala u toobad keena toobad khaalis oo naasixa haddii aynu cumuuman intaa ku soo koobno eraygu afka carbeed wuxuu ku yahay iyo heshiiska culimmada waxa uu ku yahay iyo lafdiga kani qur-aanka siduu ugu soo arooray waxaynu ku gebagabayn karnaa qodobkaasi koowaad kow inuu nebi maxamed inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam diintu dhammaanteedba inay nasiixa tahay addiinu annasiixa inay tahay waxaynu nasiixadaasina inay rabbu samaawaati waalardi ka timi ilaahay wax walba garanaya callaamu alghuyuubka alcaalimu alkhabiir alaa yaclamu man khalaq wa huwa allatiifu alkhabiir oo talabixintii ku siinaya waxaynu kaloo soo tilmaamnay inay tahay rusushu shaqaday hayeenba talabixin inay tahay oo rasuul waliba inuu yahay naasixun amiin dadka inuu tala u waday talo fiican oo ay aakhiradooda iyo adduunkoodaba ku badbaadaya waxaynu kala soo tilmaamnay fitrada bini aadamku xataa inay tahay wanaagoo qura mid aqbasha iyo nasiixada fiican sida daraaddeed xataa kuwa lu goynaya afka markay ka hadlayaan inay ku tilmaamaan maxay nasiixo inay dhiibayaan iyagoo dan kale leh inay tahay talo fiican oo ay rabaan inay wax ku badbaadiyaan oo qur-aanku wuxuu inoo tilmaamay nebi yacquub iyo caruurtiisii dabeetana waxaa laynoo tilmaamay yuusuf oo la rabo in god lagu rido ama se la dilo laakiin kuwii dilaya ama godka ku ridayay yacquub ay ku leeyihiin waxaanu u nahay naasixiin waanu talo fiican baanu u wadna waa ilaalinayna waa dhowrayna waxa uu qur-aanku ka warramayaa ibliis oo raba aadam iyo islaantiisii xawo ahayd inuu ka aarsado oo ku dhaaranaya waqaasamahumaa innii lakumaa la min annaasixiin waxaan ahay mid idiin wada uun inuu idin badbaadiyo oo idin naseexeeyo bal aan in yar jalleecno axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam iyadana awalan waxaynu haynaa xadiidkaasi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayo addiinu annasiixa oo weliba saddex jeer ku celceliyey xadiidku saxiixu muslimku ku yaalla
40 كان واحد حديث كو امام النووي نوقو قري بل امام النووي وتلمامه انه كم دي احاديثه مدار الاسلام با دين تبقى هلكي كو وريكتو انه يحي حديث كاني حديث كان مركو النبي يقول عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه واحد مودا دين تودد النصيحه لا دغاي يدا 40 كا احاديثي كهور ريسي مد كميد النبي كنت المامي الدين تو اني تهي محي حديث كي جبريل محو النبي وشاق جبريل بقى النبي قوي سؤاله ويدي سؤاله وحا كميد ها محي ايمانك وا محي دبتنا وحو تل المامي اركان الايمان كي النبي قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أركان الإيمان كيف الله شيء اللي حد يركون إيمانك دبا تنجبر لوح النبي قويدي إسلام قوام حي كدبنا أركان الإسلام كيشان طاهي أي الله شيء دبا تنوح جبريل النبي قويدي محي إحسان قوام حي دبا تنجبر أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك بوشان إن دي الله عابد صديق وفرك يا الدانة دار كنين سيقاك وارك يا صد حدا الشيء الله يسكد ضريب النبي قويدي وحكان ها جبريل ويدي يمي والربي إنه الدين تي نايدن برا يعني صدقنا الشيء بأمريكا الدين تي حديث كنا الدين والنصيحة حسابته وحورين شرتين if a is equal to b and b is equal to c a is equal to c ده a b لمتاي b ن c لمتاي then a ي c ن واسكومت سدرات ده وحويان هدو أنت النبي قد دينك تلمامي هذا هو كتل ما مدين تونا النصيحة هاي نصيحة وحويا صدح ثانية ذا مركا نصيحة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وحويا نصيحة الإسلام أن تؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة شانتي أركان الإسلام وحويا نصيحة أركان الإحسان كوانبا نصيحة حديث كوحي نكافها إذا نوحى كم ده الدين والنصيحة وحولك ما بيع علماء قال إذا سيدنا الله إذا الحج عرفة ضن إنه الدين تودم مبوا نصيحه وح النصيحة هذا كبر حكرا وما تشره وسيد أسي الحج عرفة الله يريه كله وحي إنه كبر لنا الدين تتن حديث كالنبي عليه الصلاة والسلام مركو كعل علية أرجع دين تو النصيحة دين تو النصيحة دين تو النصدح شير مركو يري أي الصحابة وحي النبي ويدين عليه الصلاة والسلام قلنا لمن يا رسول الله يي نصيحة وتهدى بدينه نبي وحوج جوابي عليه الصلاة والسلام حديثك معروف هاي مسلم كي علي حديثك تميم الداري لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته دينك وحي النصيحة وتهدى الله هي كتاب كيسة هي رسول كيسة يا أمضى مسلمين تاهو قام كودة إيه بلشوين تودة بقى عام دودة وصي نصيحة وغطي وحي نصيحة وغطي الله سبحانه وتعالى النصيحة دي سوحي علماء دي لهم وحل غفصرة صحة الاعتقاد في وحدانية الله إلهي سبحانه وتعالى وحادي قدني كو وشرطان نصيحة كوة ربي إنا سفي عن براتيت إنه ربي قيل عابد أي كالي ويهي وإخلاص النية في عبادتي عبادة ضاد الله إما نسينا دو كالي يشه وأنا دعينا كل ما نين وترك الإلحاد في صفاتي إلهي سبحانه وتعالى صفاتك في عن القرآن هي حديثك وسكت المامي صفات الكمال كا إنا تكسف فيسوح ونكسن أردن سميع عليم خبير حكيم صفات كافي عنه وسكسفي هي والتنزيه عن النقائص حما هي وحل اللي تقدر ان ربك كفو قيسه